السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار في مدينة الناظور. كنتمنى ان شاء الله انتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا تكونوا في افضل حال. الشرح بطبيعة الحال ديال الفيديو غادي يكون بالعربية وبالشلحة. اليوم جبنا لكم واحد العرض ديال واحد المنازل رائعة باقي جديدة، يلا تبناو في حي البستان في الناظور. حي البستان كما كيعرف كل شيء واحد الحي نقي كالم، فيه جميع المرافق، الديور قريب عليهم كل شيء. الديور هادو المساحه ديالهم لتحت في الارض 96 متر مربع، الفوق كيعطيو 106 متر مربع. فيهم السفلي كما كتشوفوا في الدخله كاين واحد الصالون مفتوح، مطبخ عنده واحد الباب ديال الالومنيوم كوليس على لاكور على الباتيو. الحوايج باش مخدومين الديور كاملين شي حاجه بروميير شوا، فينيسيون مزيانه بزاف، احسن فينيسيون غادي تشوفوها في المنازل هنايا حاليا. فيهم السفلي كما قلنا فيه كوزينه، حمام، الكراج، صالون مفتوح، ولا كور الباتيو. وفيهم بروميير ايطاج، بروميير ايطاج فيه بيت وصالون كبير وحمام. والدوزيام ايطاج هو اللي فيه ثلاثه ديال البيوت، واحد فيه الدريسينغ ديالو والحمام ديالو، وواحد الحمام جاي في الوسط. هادشي كلشي غادي نوريه لكم في هذا الفيديو هذا، تبعوا معنا فقط هذا الفيديو حتى للاخير. هنا الحمام اللي كاين لتحت بالنسبه للناس اللي كيفكروا يشريو شي منزل في حي البستان في الناظور، يكون جديد وفينيسيون ممتازه. كما عودناكم دائما كنجيبوا لكم شي حاجه اللي هي مزيانه بزاف صراحه. واحد المنزل رائع. هنا الكراج، الشوارع قدرهم بطبيعه الحال، المسجد قريب عليهم، المحلات التجارية، المدرسة، كل شيء قريب عليهم. هادو هما الدروج كما كتشوفوا طالعين بالرخام. نمشي نعرانيو من العرض نجم تداثيت من زان ذي حي البستان ذي النضع ذي السود ذي هما 96 متر، سنج ذي 106 متر، السفلي برومير الدوزيام ايطاج ذي حي البستان ذي النضع. وإذا نتفكر نتصنشان تدات ذي البستان وانت تي برومير ايطاج. هذا البرومير ايطاج كما قلنا فيه صالون كبير ما شاء الله، عنده ثلاثة ديال الشراج مع الواجهة، شراج الومنيوم اللي يريدو الكتريك، الومنيوم نوعية ممتازة. هذا هما الصالون الكبير ما شاء الله، ثلاثة الشراج مع الواجهة، ديكوراسيون رائعة الصراحة في هاد الدار هادي، شي حاجة مزيانة بزاف. وانت تيد صالوني جنس نجدي برومي صالون ضم قران غسترثان كوازي خفت شاذا كوازا ألمنيوم مع ريداوات إلكتريك ديني الحمام ذربيت أثنى نزع ذاني تاتي. ومن بعد نقعد سنج غدوزيام إن شاء الله. هذا هو الحمام اللي كاين في البرومير ايطاج، حمام عصري، سيباراسيون ما بين التواليت والصال دو بان بزاج، واحد الفينيسيون ممتازة كما كتشوفو. الناس اللي باغيين يشريو الدار كما قلنا كنقترحوا عليكم هذا المنزل هذا، حتى الناس اللي عندهم شي عقار ديالهم بغاو يبيعوه سواء الدار ولا ابارتمون ولا ارض، كما كان العقار ديالكم بغيتو تبيعوه وبغيتو تصوروه ديروا له الاشهار اولا بغيتو ديروا له شي تقييم باش تعرفوا الثمن باش تقدروا تبيعوه الثمن المناسب ديالو، اتصلوا بنا على الرقم ديالنا اللي هو 0644017000 ولا خليو لنا ميساج الا كنتو لقيتونا ما جاوبناكمش وكنا خارج اوقات العمل. هنا البيت اللي كاين تما في البروميير ايطاج، هاد البيت هذا عنده الشرجم على لاكور، البيبان نوعيه ممتازه، كذلك الصباغه حتى هي. دابا سالينا من البروميير ايطاج غادي نطلعوا دابا باش نشوفوا الدوزيام ايطاج اللي فيه ثلاثه ديال البيوت وجوج الحمامات، وكاين فيها حتى البالكون في الدوزيام ايطاج، غادي نشوفوا البالكون ان شاء الله. هذا هو الدوزيام ايطاج، كاين البيت الاول عنده الشرجم على لاكور، والبيوت الاخرين بجوج عندهم الشرجم، واحد فيه الشرجم والبالكون على الواجهه والاخر عنده الشرجم على الواجهه. البيوت كبارين ما شاء الله كما كتشوفوا صراحة، واحد الفينيسيون ممتازة بزاف.
هنا البيت الثاني عنده الشرجم على لا فاصاد، يمشي الناس نجد يسترثان البيوت يجن البيت يتاوير حمام غاس بالكون تنين كوازا خفات شادا تنين البيوت النغني يجن حمام يوز دير وسط. هذا هو كما قلنا لكم البيت فيه الدريسينغ ديالو والحمام. الحمامات هذا الحمام اللي جاي في البيت راه كبير حتى هو ماشي صغارين، حيت كاين اللي كيديروا حمامات في البيوت صغارين. فينيسيون راه كلشي كتشوفوه على عينيكم، واحد الفينيسيون ممتازه. الحمامات كاملين عندهم الشراجم على لاكور على الباتيو. كما قلنا نذكروا بالمعلومات انه هاد المنازل هادو كاينين في حي البستان في الناظور، فيهم 96 متر مربع لتحت و106 الفوق السفلي، بروميير والدوزيام ايطاج، فينيسيون جديده والمنازل الله تفيناو في هذا الشهر هذا باقيين جدادين. هذا هو الحمام اللي كاين في الوسط، حمام كبير حتى هو بالصال دو بان ديالو بكل شيء. الناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا يتصلوا بنا ولا يخليو لنا ميساج. والاهم هو الموقع ديالهم، موقع كالم قريب على كل شيء ديال السكنه للعائله. بالنسبه للثمن ديال هاد الدور هادو هما الثمن ديالهم 165 مليون سنتيم، الثمن نتو درينا 165 مليون سنتيم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.